صباح الخير على كل مشاهدي قنوات اون تايم سبورتس في كل مكان. يوم جديد، حلقه جديده من صباح اون تايم، حلقه بدايه الاسبوع. معانا حاجات كتير جدا النهارده في حلقتنا، اكيد هنناقش ونحلل اهم وابرز الموضوعات والاخبار الرياضيه على مدار ساعه ونص في صباح اون تايم. اكيد يعني مفيش كلام غير عن الحدث الاهم، وكل كلامنا طبعا نبتدي النهارده حلقتنا بالحدث الاهم، وهو كاس السوبر الافريقي اللي كان ما بين القطبين الكبيرين الاهلي والزمالك، وكان طبعا بيقام في المملكه العربيه السعوديه. انتهى بالامس بتتويج نادي الزمالك باللقب الخامس في تاريخه والثاني على حساب النادي الأهلي بعد واحدة من أقوى وأكثر مباريات القمة إثارة، انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق. بعد كده نادي الزمالك فاز بركلات الترجيح في مشهد كانت الكلمة العليا فيه لحارس المرمى المميز محمد عواد. نادي الزمالك بدأ المباراة بتشكيل ضم في حراسة المرمى محمد عواد، قدامه عمر جابر، حسام عبد المجيد، حمزة المسلوسي، محمود بن تايج، في الوسط نبيل عماد دونجا وناصر ماهر، عبد الله السعيد، وفي الهجوم مصطفى شلبي وسيف الدين الجزيري، أحمد مصطفى زيزو. في المقابل بدأ مارسيل كولر المباراة في حراسة المرمى محمد الشناوي، قدامه في الدفاع رامي ربيع وياسر إبراهيم، محمد هاني ويحيى عطية الله، وفي الوسط مروان عطية وأكرم توفيق وإمام عاشور وبرستا وحسين الشحات، ومهاجم وحيد هو وسام أبو علي. شوط أول متوازن بين الاثنين مدربين، فرصة هنا فرصة هنا لغاية ما كانت قمة الإثارة في العشر دقايق الأخيرة بعد ما احتسب حكم المباراة الليبي معتز الشلماني ضربة جزاء للنادي الأهلي بدعوة من الفار بعد اصطدام طبعا حمزة المسلوسي بأكرم توفيق، اعترض عليها لاعبي الزمالك. توقفت المباراة تقريبا يعني من 7 لـ10 دقايق قبل استكمالها، وسجل وسام أبو علي هدف التقدم الأهلاوي اللي انتهى بيه شوط المباراة الأول. في الشوط الثاني حصل أكتر من تغيير، الزمالك نزل كونراد مشلاك بدل من مصطفى شلبي وعمر فرج وناصر منسي بدل من سيف الدين الجزيري وناصر ماهر ومحمد شحاتة بدل كمان من نبيل عماد دونجا وزياد كمال بدل من عمر جابر. في الأهلي دفع كولر بعمر كمال مكان محمد هاني طبعا اللي خرج بسبب الإصابة، وبعد كده طاهر محمد طاهر ومجدي أفشة مكان إمام عاشور وبيرسيتاو. بعد كده كان في خروج لمروان عطية وحسين الشحات، نزل رضا سليم وأحمد نبيل كوكا. شوط تاني الزمالك أفضل لغاية لما أدرك البديل ناصر منسي هدف التعادل من عرضية عمر جابر في الدقيقة 77. كان يقدر الزمالك ان هو يسجل الهدف الثاني بعد التعادل مباشرة، ولكن المباراة انتهت بالتعادل عشان يحتكم الفريقين لركلات الترجيح اللي سجل فيها طبعا للنادي الأهلي رامي ربيعة، عمر كمال، طاهر محمد طاهر، وأضاع يحيى عطية الله ووسام أبو علي. سجل للزمالك عبد الله السعيد، حمزه المسلوسي، ناصر منسي وحسام عبد المجيد، وتألق حارس المرمى محمد عواد في صد ركله ترجيح وحيده من يحيى عطيه الله، وطبعا الركله الثانيه اللي ضاعت من وسام جت في العارضه. اكيد كانت مباراه كبيره جدا تليق باسم قطبي الكره المصريه. مبروك لنادي الزمالك، فوز مستحق، تتويج مستحق للبطولة، رغم أن الترشيحات كانت معظمها في صالح النادي الأهلي، لكن القمة المصرية لا تخضع لأي توقعات. دايما الكثير من المباريات تأتي خارج التوقعات، ويمكن مدار الأسبوع قلنا الكلام ده وقلنا أن التفاصيل الصغيرة هي اللي هتحسم اللقاء. التفاصيل الصغيرة، الحماس الكبير اللي كان امبارح عند لعيبة نادي الزمالك، التحدي لموسم يمكن كان مش الافضل لنادي الزمالك مصالحه للجماهير. امبارح كان في نادي الزمالك كان عنده الدوافع اكتر، نادي الاهلي يمكن كان داخل المباراه حاسس ان هو ضامن المباراه اكتر، وده خلى ان الجيم راح منه. شكرا لجماهير القطبين الكبيرين
الزهور المميز والحضاري على الأراضي السعودية الشقيقة. شكرا لنجوم الفريقين للأداء الجيد، وشكرا لجماهير نادي الزمالك العظيمة، وألف ألف مبروك. طبعا بعد الظهور الحضاري والمميز للفريقين، تقدم مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام بخالص الشكر لمجلس إدارة نادي الأهلي والزمالك والجماهير العظيمة على المظهر الحضاري والروح الرياضية اللي خرجت عليها مباراة نهائي كاس السوبر الأفريقي. كمان هنأ إدارة الاتحاد في بيان رسمي نادي الزمالك ومجلس إدارته وجماهيره بالتتويج بلقب كاس السوبر الأفريقي للمرة الخامسة في تاريخه، ومتمنيا التوفيق للناديين الكبيرين وجميع الأندية المصرية. وأعرب المجلس أيضا عن خالص شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية على حسن الاستقبال والتنظيم الرائع لهذا الحدث الكبير. ونفس الأمر للاتحاد الأفريقي لكرة القدم بعد ظهور المباراة بشكل مشرف للكرة الأفريقية. امبارح بعد المباراة كمان يعني كانت من ضمن المفاجآت ان قدم موسم الرياض جايزة مالية قدرها 1,500,000 دولار لنادي الزمالك بعد التتويج بلقب كاس السوبر الأفريقي. ووجه معالي المستشار تركي آل الشيخ تعليماته بمنح الجايزة لنادي الزمالك تقديرا لمجهودات الفريق في البطولة. ووجه مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب الشكر لمعالي المستشار تركي آل الشيخ على هذه الجائزة في ظل العلاقة الطيبة اللي بتجمعه بإدارة النادي، والتأكيد على العلاقات الوطيدة والممتدة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية. يعني امبارح في الحقيقة كان في حاجات لطيفة كتير بعد فوز نادي الزمالك، وشفنا طبعا شيكابالا قد ايه كان مبسوط، طبعا قائد الفريق وكل اللاعبين كانوا مبسوطين وقد ايه كان المعنويات مرتفعة جدا. وشفنا تسليم يعني مراسم تسليم التتويج امبارح، كان في لقطات كتير حلوة جدا. شفنا مداعبة ما بين شيكابالا وما بين المستشار تركي آل الشيخ، ويعني كانت الأجواء كلها امبارح في الحقيقة لطيفة جدا تليق بالسوبر الأفريقي اللي فاز بيه طبعا نادي الزمالك. نروح لتصريحات ما بعد المباراة وفوز الزمالك بكاس السوبر الأفريقي. نبدأ من عند جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك اللي أعرب عن سعادته بعد تتويج فريقه بلقب السوبر الأفريقي بعد الفوز على الأهلي بركلات الترجيح. جوميز امبارح قال سعيد بهذا الانتصار، وهو مهم وإن الفوز جه على حساب نادي الأهلي. قال كمان ان الزمالك سيطر على اغلب اوقات المباراه، وكان من الجيد التحضير في فتره زمنيه قصيره، لكن في اسبوعين خضنا 4 أو 5 مباريات وتحلينا بالشجاعه امام الاهلي، سيطرنا على معظم مجريات المباراه واستحققنا الفوز واثبتنا اننا قادرين على حصد الانتصارات. واشكر من قال الافضل للزمالك الا يذهب الى السعوديه، لان هذا الكلام منحنا دفعة قوية ومكننا من تقديم مستوى قوي والفوز بالمباراة. عن ركلة جزاء الأهلي أكد أن جوميز وقال أعتقد أن هي ركلة جزاء، ولكن لاعب الأهلي قفز قبل أن يصل إليه المثلوثي ولم تكن هناك لمسة، وبعد دقائق عرفنا كيف نتعامل مع المباراة والسيطرة على المباراة مرة أخرى. يعني من الأوراق الرابحة امبارح الإدارة الفنية لجوميز في الحقيقة في المباراة، قدر تغييراته كانت مؤثرة جدا، قدر يتعامل مع المباراة. ناصر منسي اللي قدام حضراتكم اللي يعني هقول يعني بيرجع يعود من جديد للحياة امبارح بتتغنى بيه جماهير النادي الزمالك بعد الفوز، هو صاحب طبعا هدف التعادل وكمان أحرز ضربة الجزاء في ركلات الترجيح. نروح للحارس اللي تألق في المباراة امبارح، محمد عواد حارس مرمى الزمالك اللي أبدى سعادته بالتتويج بلقب السوبر الأفريقي على حساب النادي الأهلي. عواد قال أبارك لجماهير الزمالك في الوطن العربي ومجلس الإدارة وأولادي، الحمد لله ربنا كفأنا وذاكرت لاعبي الأهلي بشكل جيد وربنا كلل مجهودي بالنجاح.
عواد كمان قال امبارح كلام، قال ان هو اتكلم مع شيكابالا وقال له ان هو مذاكر النادي الاهلي كويس، وان اهله تنبأوا ان هو هيلعب المباراه دي. كل التوقعات وكل السيناريوهات كانت بتقول ان صبحي هو اللي هيلعب المباراه. وخلينا نقول يعني في هذه الظروف او في مثل هذه الظروف مصائب قوم عند قوم فوائد. امبارح صبحي بيعلنوا عن اصابته على طول ما قبل المباراه، وبيقولوا ان عواد هو اللي هيلعب، ويمكن ده ادى الاريحيه اكتر لنادي الاهلي، وشايفين ان عواد مش في افضل حالاته ورجله ما كانتش في الملعب، ويوي بيتالق في الحقيقه. امبارح عواد خلال سير المباراه صد اكتر من هدف على المرمى وتالق طبعا في ضربات الجزاء. نروح لنجم تاني من نجوم السوبر، حسام عبد المجيد لاعب الزمالك اللي كمان عبر في الحقيقه عن سعادته بعد الفوز بلقب السوبر الافريقي على حساب النادي الاهلي بركلات الترجيح. وقال حسام ان هو بيشكر كل من وقف بجواره، وقال ان هو بيحمد الله على رفع راس اخي الكبير لانه اكبر داعم ليا، وقدرنا نحقق الفوز لاننا فريق كبير الحمد لله. على تسجيل ركله الجزاء تمكنا من الوقوف على اقدامنا بعد احتساب ركله جزاء للاهلي والتقدم بها، ونجحنا في العوده للقاء والفوز في ركلات الترجيح. ختم كلامه حسام عبد المجيد وقال التتويج بلقب السوبر هيفرق معانا كتير، البطوله هتمنحنا دافع كبير لتحقيق الدوري والكاس والكونفدراليه في الموسم الجديد. مهم جدا ان انت تبتدي موسم جديد وانت واخد بطولة كبيرة زي دي، واخدها كمان من مين؟ واخدها من النادي الاهلي الغريمي التقليد او المنافس التقليدي بالنسبة لك. نروح لأحمد مصطفى زيزو نجم الفريق اللي وجه رسالة لجماهير الزمالك على صفحته الرسمية على انستجرام، وقال بعد الفوز بالسوبر الافريقي، قال بعد التوفيق من الله اولا، كل مرة بلبس فيها تيشيرت نادي الزمالك بحس بالفخر، الفخر بارتداء تيشيرت نادي عنده أوفى وأعظم جمهور في الدنيا، جمهور يعلم العالم معنى كلمة وفاء، معنى كلمة انتماء لكيان مهما كانت نتائجه. سيبقى جمهور الزمالك هو السبب الرئيسي في استمرار كيان الزمالك في القمة اسما ومكانا وقيمة. شكرا لكم، شكرا على كل بطولة دخلت النادي لأنكم السبب فيها، شكرا لوجودكم لأن الكرة ليس لها طعم بدونكم، شكرا لإعطائي الشرف والفخر الأبدي أنني كنت واحد منكم في يوم من الأيام. أنا بحبكم جدا وبفرح لفرحكم وبتقهر لزعلكم، مبروك ليكم بطولة أنتم أكثر ناس تستحقوها، مبروك لزمالكنا العظيم، مبروك لكل اللاعبين العظماء على الكفاح والجهد وكل نقطة عرق نزلت منكم، شكرا للجهاز الفني والإداري، إن شاء الله مزيد من توفيق الله والبطولات في الشهور والسنوات القادمة. اختتم زيزو رسالته وقال مش هتمشي في يوم لوحدك، احنا طول العمر جنبك، ناس كتير بتموت في حبك يا زمالك. يعني الجميع امبارح كان سعيد وكان فرحان، وأكيد يعني شفنا السعادة والبهجة من خلال لقاء شيكابالا. شيكابالا امبارح اتكلم، طبعا قائد الفريق، اتكلم كلام كتير جدا، اتكلم عن الانتقادات او في اول لقاء ليه على طول بعد الماتش، اتكلم عن الانتقادات اللي تلقاها الزمالك قبل مباراه السوبر الافريقي، وقال ان دي كانت سبب رئيسي في الفوز على النادي الاهلي. شيكابالا قال بعد المباراه ان في ناس اتكلموا في الاعلام وقالوا ان الزمالك المفروض ما يسافرش السعوديه عشان هيخسر، وده ادانا الدافع للفوز. كمان قال احنا ردينا في الملعب، الواحد مننا في الملعب كان بعشرين واحد، الزمالك نادي كبير. اتكلم كمان وقال انه عمل فيديو بيضم كل اللقطات والتصريحات اللي شككت في الزمالك وعرضه على اللعيبة قبل الماتش عشان يعرفوا الناس بتقول ايه، وقال للعيبة ان هم يثقوا في انفسهم، ومن حق أي حد يرشح النادي اللي بيحبه، بس مش من حق أي حد يقلل من الزمالك لأن الزمالك نادي كبير. قال شيكابالا كمان أثناء الإحماء كنت بتكلم
مع مصطفى الزناري وتوقعت تسجيل ناصر منسي الهدف. قال لعبنا وسيطرنا على المباراة وكان التوفيق لجانبنا، ولكنه لم يكن كذلك في نهائي كاس مصر اللي خسرنا في أمام الأهلي. قال إن احنا كمان كنا الأفضل في كاس مصر ولكن ما كانش معانا التوفيق. وجه رسالته لجمهور الزمالك وقال لن أستطيع أن أوفيهم حقهم مهما حدث. وخلينا نقف قدام كلام شيكابالا. دور القائد قد إيه مهم جدا، يعني دور القائد قد إيه بيفرق جدا. شيكابالا يمكن امبارح ما شاركش في المباراة، لكن كان في تحضير نفسي كبير جدا وشحن قبل المباراة للعيبة. اللعيبة من أول ما حطت رجليها في الملعب وشفنا وكلنا قلنا الزمالك بيلعب عايز يكسب، كان باين، كان باين جدا. حتى بعد ضربة الجزاء كان باين ان الزمالك ما خلاص مش ما كبرش دماغه بقى وقال خلاص الماتش راح. لا، الفوز امبارح كان للي عنده الرغبة اكتر. مارسيل كولر كمان المدير الفني لنادي الاهلي اتكلم عن خسارة لقب السوبر الافريقي قدام الزمالك وقال كل من يعمل في المجال الرياضي يعلم ان المباراة فوز وخسارة. حاولنا لكن في الربع الأخير سجلوا التعادل وخسرنا من ركلات الترجيح وهو أمر وارد في كرة القدم. ليس من وظيفتي تقييم المنافس وأتحدث عن فريقي فقط. لعبنا أول مواجهتين في دوري أبطال أفريقيا وحققنا الانتصار، وفي مباراة الزمالك لم نستغل الفرص بشكل كبير. وختم كلامه وقال في المؤتمر الصحفي قبل المباراة كان عندي ضغط من الصحفيين لمعرفة التشكيل وصرحت بأن مفاجأة بسبب الضغط ده ولم أقصد بها شيء آخر. وكان طبيعي، كان طبيعي وقتها كلنا قلنا أن دي تصريحات وبيبقى فيه تصريحات كلام الحرب الباردة زي ما بيقولوا قبل أي مباراة مهمة. يعني البعض قال لك لا ده ممكن يبقى فيه تغيير في التشكيل، لا ده كولر قال هيبقى فيه مفاجأة. الراجل قال كلام عادي وكلامه منطقي جدا. النادي الأهلي خسر كتير من الفرص الكبيرة وما قدرش يستغلها الاستغلال الأمثل، ورجع بقى يتكلم على مباراتين بتوع جورماهيا اللي هو كسب فيهم. لكن امبارح كانت مباراة ببطولة، واكيد امبارح طبعا كل جماهير نادي الاهلي كانت حزينه على خساره بطوله كبيره زي السوبر الافريقي. لسه مع مباراه السوبر الافريقي لكن نروح لاخبار اللاعبين اللي تعرضوا للاسف امبارح للاصابات. امبارح يعني خلينا اقول لكم مع الزمالك، وكشف الدكتور محمد اسامه رئيس الجهاز الطبي عن طبيعه الاصابه اللي تعرض ليها عمر جابر ونبيل عماد دونجا الاثنين خلال مباراه السوبر الافريقي. واكد رئيس الجهاز الطبي ان عمر جابر ودونجا الاثنين بيعانوا من اجهاد عضلي، وقال ان اصابه الثنائي ليست مقلقه وتم تنسيق مع الجهاز الفني واستبدلهم في اللقاء حتى لا تتفاقم الاصابه. قال كمان ان الاثنين هيخضعوا لبرنامج تاهيلي وعلاجي خاص لعلاج الارهاق العضلي خلال الفتره المقبله. فيما يخص النادي الاهلي طبعا الاصابه جماهير نادي الاهلي قلقت بخصوصها. محمد هاني هيخضع محمد هاني لفحوصات طبيه على الركبه بعد العوده من السعوديه للقاهره بعد ما اشتكى خلال المباراة من إصابة في ركبته ما تمكنش من استكمال اللقاء، وتم استبدال هاني في الشوط الأول والدفع بعمر كمال بدل منه. من المنتظر أن هيتم الكشف عن طبيعة إصابة اللاعب ومدة غيابه المنتظرة بعد العودة للقاهرة بإذن الله. يمكن كل الأخبار وكل التصريحات وكل ما يخص السوبر الأفريقي مرة تانية مبروك لجمهور نادي الزمالك ومجلس ادارته. هارد لك للنادي الاهلي ومجلس ادارته وجماهيره، وبالتوفيق في اللي جاي باذن الله. واضح اننا هنكون على موعد مع موسم كروي ساخن جدا وقوي جدا بعد استفاقه نادي الزمالك امبارح اللي بيعرب عن شخصيته وعن بداية موسم جديد. ويعني يمكن امبارح طبعا مكافأة الفوز وكمان المكافأة الإضافية من هيئة الترفيه أعتقد من موسم الرياض تحديدا كمان أعتقد أن هي هتحل أزمات كتير عند نادي الزمالك في الموسم المقبل.
عايزة أروح لموضوع تاني وهو الحدث الرياضي العالمي اللي بيقام داخل الأراضي المصرية في العاصمة المصرية في الأراضي المصرية في العاصمة الإدارية الجديدة، وهو بطولة العالم لكرة اليد بمشاركة القطبين الأهلي والزمالك. قبل ما ندخل في المباريات امبارح واليوم، خليني أقول الأول إن وزارة الشباب والرياضة أعلنت عن رعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لبطولة كأس العالم لأندية كرة اليد اللي بتقام في صالة العاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة من 27 سبتمبر ل 3 أكتوبر بإذن الله بمشاركة ناديي الأهلي والزمالك. وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إن حصول البطولة على رعاية السيد الرئيس بيعكس دعم القيادة السياسية المستمر للمنظومة الرياضية في مصر، وأضاف إن استضافة هذا الحدث الدولي بيبرز مكانة مصر كمركز لإقامة البطولات والأحداث الرياضية الكبرى، بالإضافة إلى النجاحات التي يحققها أبطالنا في مختلف المنافسات. امبارح كان افتتاح البطولة، اتلعبت 3 مباريات، الأولى كانت ما بين الخليج السعودي وكاليفورنيا إيجلز الأمريكي، نجح الخليج السعودي في الفوز على كاليفورنيا إيجلز الأمريكي بنتيجة 48-25، عارفين طبعاً إن بيتأهل متصدر ترتيب الـ3 مجموعات بالإضافة لأفضل فريق احتل المركز الثاني للمربع الذهبي. المباراة الثانية كانت ما بين نادي الأهلي وجامعة سيدني الأسترالي، ونجح النادي الأهلي في اكتساح فريق جامعة سيدني الأسترالي في أولى مواجهات الفريقين في بطولة العالم للأندية لكرة اليد. فاز امبارح النادي الأهلي ب 49-15 وبيحقق كده الأهلي فوزه الأول في البطولة عشان يوجه إنذار قوي من البداية، وقبل مواجهة الجولة الثانية القوية جدا أمام برشلونة الإسباني. المباراة الثانية طبعا اللي كانت ما بين الفارس المصري الثاني في البطولة هو نادي الزمالك في مواجهة تاوباتي البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية، نجح نادي الزمالك في تحقيق فوز غالي جدا بنتيجة 30-25 عشان برضو يوجه إنذار قوي قبل المواجهة الثانية أمام فيز بريم المجري. خليني أفكر حضراتكم بالمجموعات الثلاثة. المجموعة الأولى اللي بتضم نادي الزمالك مع فيز بريم المجري وتوباتي البرازيلي، المجموعة الثانية فيها نادي الأهلي مع برشلونة الإسباني مع جامعة سيدني الأسترالي، المجموعة الثالثة بتضم ماجدبور الألماني وكاليفورنيا إيجلز الأمريكي والخليج السعودي. ده بالنسبة للـ3 مجموعات في البطولة. النهاردة عندنا مباريات في البطولة الساعة 3 في سبريم المجري هيقابل توباتي البرازيلي، وماجدبور الألماني هيقابل كاليفورنيا إيجلز الأمريكي الساعة 5:30، وبرشلونة هيقابل سيدني الأسترالي الساعة 8:30. ده بالنسبة للـ3 مباريات اللي هيتلعبوا النهاردة بإذن الله. بكرة إن شاء الله هيقابل الخليج السعودي ماجدبور الألماني الساعة 3، الزمالك هيقابل فيز بريم المجري الساعة 5:30، والأهلي هيقابل برشلونة الساعة 8 مساء بإذن الله. هيتأهل الأول من كل مجموعة، هما 3 مجموعات، هيتأهل الأول من كل مجموعة لنصف النهائي، والفريق الأفضل من أصحاب المركز الثاني هو اللي هيتأهل الرابع عشان يبقى ده اكتمل كده المربع الذهبي. أكيد كل التوفيق إن شاء الله بالنجاح في البطولة وفي تنظيم البطولة، إن شاء الله كمان يكون للأهلي والزمالك نصيب في التواجد في المباراة النهائية بإذن الله. طبعا بننقل لحضراتكم البطولة على قنوات اون تايم سبورتس، بيكون كمان فيها ليها استوديوهات تحليلية ان شاء الله تستمتعوا بيها على عبر قنواتنا. عايزة اروح لموضوع تاني مهم جدا من الموضوعات اللي بتاخد اهتمام كبير من معظم الرياضيين والمتعلقة بمناقشة الجانب البدني والصحي للاعبي كرة القدم او الرياضيين بشكل عام. الموضوع خاص بالقلب، موضوع اسباب ومتاعب القلب
عند الرياضيين بصفة عامة ولاعبي كرة القدم بصفة خاصة. طبعا كلنا متابعين وعارفين ان في حالات كتير جدا بتتعرض لأزمات قلبية أثناء المباريات أو المنافسات، منها مؤخرا طبعا عالميا أزمة النجم الدنماركي كريستيان إريكسن وغيابه لفترة طويلة ثم عودته مرة تانية لممارسة كرة القدم، قبله الراحل الكاميروني مارك فيفيان وكمان نجمنا الراحل محمد عبد الوهاب وأخيرا أحمد رفعت رحمة الله عليه. كتير جدا تعرضوا لأزمات توقف عضلة القلب، عشان كده مهم جدا الاهتمام بالجانب ده بالنسبة للرياضيين بشكل عام، وأكيد لكل الناس يعني للناس بشكل عام ورياضيين بشكل خاص، وتحديدا لعيبة كرة القدم بعد اللي شفناه وكتير من الحالات اللي شفناها سواء داخل الملعب أو أرينا وسمعنا عنها. خلينا نقرب أكتر من المشهد ونشوف التقرير ده من داخل المنتدى الحواري لاحتفالية اليوم العالمي للقلب، ونشوف وجهات نظر الحضور ووجهات نظر المتخصصين في المجال ده، ونرجع مرة تانية مع حضرتك. احنا مؤسسة القلب والشرايين بتعاون مع وادي النيل اخد مبادرة عشان يعني تعرف في مبادرة اسمها الموت المفاجئ، والموت المفاجئ ده دلوقتي اصبح بنسبة كبيرة بيبان يمكن واضح للناس، هو كان موجود بس دلوقتي بقى اوضح للناس. 80% منه دي شرايين تاجية، و20% من الوفيات بتحصل في العالم كله نتيجة القلب ومنهم الشرايين التاجية. طبعا في دلوقتي رياضيين بيتوفى عندنا جزئين، جزء مريض او جزء مش مريض وما نعرفش المريض، فالتعاون ان احنا بنعمل اويرنس او نعمل توعيه، التوعيه دي ناويين نعملها عشان نشوف ايه المخاطر وايه الاسباب اللي تؤدي دي الشرايين التاجيه، سواء بقى من الوزن السكر الضغط، ان احنا عايزين نوعيها. والحاجه الثانيه تعليم الاويرنس عن طريق السي بي ار والحاجات اللي هي لو ما يحصل ان القلب يقف ازاي الناس تتعلم كده. احب اول اقول ان امراض القلب هي السبب الاول للوفيات في مصر وفي العالم، ويمكن في مصر بالذات من البلاد اللي هي اكثر خطوره بالنسبه لامراض القلب. إذن اهميه امراض القلب وهي السبب الأول للوفيات، فإحنا بنعمل الاحتفالية دهياً هي في جميع دول العالم. الغرض من الاحتفالية توعية الناس بأمراض القلب وعوامل الخطورة اللي هي بتؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب، وعوامل الخطورة اللي هي تدخين، السمنة، قلة ممارسة الرياضة، أمراض السكر وارتفاع ضغط الدم، كلها عوامل ممكن احنا نتلافاها وبالتالي ممكن نقلل الوفيات من امراض القلب. خليني اقول لحضرتك يعني قلب الرياضيين اظن النهارده بقت حكايه بعد اللي بنسمعه، ان في ناس صغيره بيجي لها مشاكل في القلب وبتقع في الملاعب وكده. هي توعيه لكل الناس مش بس الرياضيين، النهارده ما بقاش فيه كبير وصغير، القلب هو القلب، مشاكله بقت بتحصل الصغير والكبير لان نمط حياتنا اتغير، أكلنا اتغير، مجهودنا اتغير، الاسترس اللي علينا اتغير، التلوث، كل ده بيساعد إن كلنا ناخد بالنا. ما بقاش طبعا كنا زمان بنقول السن الكبير أكتر عرضة، النهاردة مفيش حد أكتر عرضة مع إن نمط الحياة خصوصا في موضوع الأكل والسجاير والاسترس، فبالتالي بقى في ناس صغيرة عندها ضغط، وفي ناس صغيرة عندها سكر، وفي ناس صغيرة عندها دهون في الدم. والأهم من ده وده النهاردة الجديد اللي احنا جايين نناقشه النهاردة هي علاقة القلب بالكلى، وده جديد بقى. احنا كنا دايما بنقول ايه علاقة القلب بالضغط، علاقة القلب بالسكر. يعني هو طبعا الرياضيين لازم اعتقد ده بيطبق في النوادي، ان لازم كل رياضي ما يبقاش يعني يقول انا رياضي بعيد عن المرض، ويبقى انا اسف يعني متكبر شوية عن المرض، لان كلنا ممكن نمرض كلنا. وفي مرض مخصوص للرياضيين ان عضلة القلب بتقوى قوي زيادة عن اللزوم والنبض بينزل، فبرضه ده مش يعني لازم الرياضيين عموما يقوموا بالاختبار، وده بيبقى عن طريق رسومات قلب مجهود ورسومات قلب مستمرة 24 ساعة، يفضل بتتعمل دورية طبعا للاطمئنان على صحتهم عشان دايما يحصلوا على البطولات كده ويشرفونا في الأولمبيات وفي كل مكان ويمتعوا الشعب المصري كله. انت عارف قلب رياضي ده قلب مختلف خالص، كل حاجة فيه مختلفة، نبضه وشرايينه وصماماته كل حاجة مختلفة.
فالهدف ان الرياضيين يتعمل لهم ما يطلق عليه فحص قلب رياضيين عشان لا يتعرضوا ابدا للازمه الشهيره لتوقف القلب اثناء المباريات، لان تخيل انت شاب في العشرينات واصغر من كده قلبه يتوقف اثناء الرياضه. فالدعوه لكل الرياضيين، مفيش رياضي من المدرسه او من الاطفال لحد الاحتراف ما يعملش فحص قلبي رياضي قبل ما يمارس اي رياضه تنافسيه. كلام مهم جدا، وفي الحقيقه التوعيه كتير بالامر ده اعتقد ان احنا محتاجينه بشكل كبير جدا، لان في الاول وفي الاخر اكيد ده علم ممكن بنجهل فيه الكثير، ولكن فكره ان انت تبقى عارف كتير خاص بمشاكل توقف عضله القلب الرياضي مهم جدا ان احنا نعرف اسبابها ايه، يعني نبعد عن الامر ده ازاي، نحافظ على صحتنا ازاي، اكلنا ايه، شربنا ايه، نومنا ايه، الموضوع يبقى أدى بروفيشنال أكتر. الفترة الأخيرة خلال منافسات دورة الألعاب البارالمبية في باريس سجل أبطالنا المصريين نتائج جيدة جدا في البطولة. نجحت البعثة المصرية في حصد 7 ميداليات، 2 ذهب و2 فضة و3 برونز. وفي الحقيقة يعني كان في إشادة كبيرة جدا من مصر، وطبعا كنا وما زلنا حريصين على دعمهم بشكل مستمر. كان لينا يعني احتفالية هنا كمان، احتفالية خاصة في اون تايم سبورتس بأبطالنا اللي شرفونا، وكل الجماهير والشعب المصري كان سعيد بيهم. خلينا نتابع التقرير ده عن تكريم أبطالنا في الألعاب البارالمبية، لقاءات مهمة مع أبطال من رفع الأثقال ومنتخب الطايرة جلوس الحاصل على الميدالية البرونزية، وكمان أبطال من التجديف، بجانب لقاء مع دكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية المصرية. خلينا نتابع التقرير، نرجع مرة تانية مع حضراتكم. الحمد لله طبعا إنجاز، يعني إنجاز كبير جدا عمله أبطالنا البارالمبيين، وأنا طبعا الواحد بيحب يبارك لهم، وإن شاء الله نستمر في تحقيق الإنجازات إن شاء الله في المستقبل. يعني كمان احنا ابتدينا نعمل إعداد للبعثة إن شاء الله اللي هتشارك في لوس أنجلوس 2028. إنجاز أكثر من رائع وممتاز، جه بالتزام بجهد بمثابرة بتحديد الهدف، تخطيط لتحقيق الهدف. الولاد عندهم يعني التزام غير طبيعي، حاطين هدفهم قدامهم، ومع الجهد اللي عملوه على مدار 3 سنين اللي فاتوا قدروا يحققوا اللي هم المستهدف منهم وحققوا النتائج اللي احنا شفناها دلوقتي. شيء مهم جدا كرياضي انك في حدث زي الاولمبياد او البارالمبياد تحصل على ميداليه، موضوع يعني ما بتوصفش الصراحه، يعني ما اقدرش حتى لو وصفت لك الشعور، هو شعور مختلف جدا، ميكس من مشاعر حلوه كتير بعد تعب سنين وحاجات. لكن هو الفرق بين الميداليتين وبعض ان ميداليه ريو كان في تحضير زياده شويه ليها، كان في شغل عليها كتير قوي فتره سنه مثلا، سنه وشويه اتخللها معسكرات كتير وحاجات كده. ميداليه ريو نقدر نقول كان معمول حسابها قوي انها تيجي، وربنا وفقنا الحمد لله وجات. ميداليه باريس ظروفها كانت صعبه قوي، ما كانش في ظروف للاحتكاك نهائي، المعسكر كان قصير جدا، بس الحمد لله انت عارف بقى اصرار المصريين دايما على النجاح كان هو العامل الاساسي في الموضوع ده، ان احنا لازم نكسب ان شاء الله. الميداليه البرونزيه ديت لها قصه كبيره جدا، يعني من 16 سنه انا ما وقفتش على منصات التتويج البارالمبيه بعد حصولي على 3 ميداليات متتاليه، سيدني واسينا وبكين، فمن 2008 انا ما وقفتش على منصات تتويج، فليها فرحه كبيره جدا، والحمد لله الميداليه دي وراها ناس كتير قوي سبورت ليا، بدءا من الاسره وجيراني واصحابي وحبايبي، يعني انا بوجه لهم التحيه من خلال برنامجك. اللجنة البارالمبية طبعا كانت دعماني بكل الأجهزة الطبية والمعدين النفسيين، الأجهزة الطبية كانت بقيادة الدكتور سامح سالم والمعدين النفسيين دكتورة رضوى والدكتورة إسراء، الناس دي تعاملوا معانا حاجات كبيرة جدا، هم جنود مجهولة بصراحة، فأنا بوجه لهم الشكر برضو. وزارة الشباب والرياضة كان لها دور داعم رئيسي، لأن أنا ما كانش عندي أي سبورت غير الدولة المصرية، والحمد لله أن أنا أنجزت الإنجاز دوت، وهو طبعا يحتسب للدولة المصرية. هو طبعا التكريم ده حاجة جميلة جدا، وأن احنا نشارك أو هم يضعونا ده حاجة بالنسبة لي حاجة يعني مشرفة جدا، أنا بشكرهم جدا يعني، والله الحمد لله أنا ربنا كرمني وحققت الميدالية البرونزية، ودي أول مشاركة ليا أولمبية في رفع الأثقال، فالحمد لله أن أنا قدرت أرفع العلم يعني. طبعا يعني هي ليها طعم، انا اللي عيطت مصر تقريبا
بس الحمد لله بتبقى حاجة كده عوض يعني، طعم جميل. والله احنا وعدناهم ان احنا هنفرحهم، وانا كمان كرحاب وعدتهم ان انا ان شاء الله اجيب الميداليه الذهبيه، والحمد لله احنا رحنا ولعبنا واجتهدنا وجبت الميداليه الذهبيه، ووقفنا على منصه التتويج، والنشيد الوطني اتعزف، فهم اول ما شافونا كانوا فرحانين، لان هم فرحوا ان الاعلام علم مصر كله كان بيترفع على كل الدول، فكانت حاجه كويسه جدا، وقالوا لنا انتوا شرفتونا وفرحتونا، واحنا كمان قلنا لهم ان احنا كسبنا بدعائكم لينا ودعمكم لينا. اول مشاركه أولمبية لينا، وأول مشاركة في التأديف من مصر، كانت مشاركة يعني طبعا مشرفة، وكان نفسنا ان احنا نحقق ميدالية، بس ان شاء الله اللي جاي احسن بإذن الله، لان ديت كانت أول مشاركة. طبعا كانت مشاركة صعبة جدا، والمنافسات كانت صعبة، وكل واحد فينا عمل اللي عليه، بس ان شاء الله اللي جاي احسن بإذن الله. أبطال التحدي والعزيمة والإرادة اللي دايماً بقول كل يوم بيعلمونا جديد، وكل يوم عندهم جديد في الحقيقة، يعني عمرهم ما خذلونا، وقد إيه كانت من اللحظات الجميلة. طبعاً دايماً بقول وبعدها مراراً وتكراراً، ميدالية الذهب بيكون ليها طعم تاني خالص. منياوي ورحاب في رفع الأثقال اتنين كان من نصيبهم الذهب، ومرتين يعني في تقريبا في ساعتين ورا بعض اتعزف النشيد الوطني واترفع العلم المصري، فأكيد دي من اللحظات اللي عمرنا ما بننساها. إن شاء الله القادم يكون أفضل لأبطالنا في دورة الألعاب البارالمبية القادمة بإذن الله 2028. خلينا نروح لفاصل، بعد الفاصل لسه مكملين مع حضراتكم في صباح أون تايم، خليكم معانا. مرحبا بحضراتكم مرة تانية، لسه مكملين معاكم في صباح اون تايم. نروح للكرة الأوروبية، النهاردة عندنا عدد كبير جدا من المباريات في الدوريات الأوروبية المختلفة. أبرز مباريات الدوري الإنجليزي، نبتدي بالدوري الإنجليزي في الجولة السادسة الساعة 2:30 نيوكاسل يونايتد هيقابل مانشستر سيتي، والساعة 5 أرسنال هيقابل ليستر سيتي، في نفس التوقيت تشيلسي هيقابل برايتون، والساعة 7:30 ولفرهامبتون هيقابل ليفربول. أبرز مباريات الدوري الإسباني في الجولة الثامنة الساعة 7:30 ريال سوسيداد هيقابل فالنسيا، والساعة 10 أوساسونا هيقابل برشلونة. مباريات الدوري الإيطالي في الجولة السادسة الساعة 4 أودونيزي هيقابل إنتر ميلان، والساعة 7 جنوا هيقابل يوفنتوس، والساعة 10 إلا ربع بولونيا هيقابل أتلانتا. أبرز مباريات الدوري الألماني الجولة الخامسة الساعة 7:30 بايرن ميونخ هيقابل باير ليفركوزن. خلينا نروح نشوف تقرير عن أفضل وأبرز مباريات اليوم في الدوريات الأوروبية المختلفة، ونرجع مرة تانية مع حضرتك. مواجهات نارية في البريمير ليج، خلينا نتابع ونشوف مين هيكون صاحب النصيب من الفوز. دلوقتي وصلنا مع حضراتكم لـ On Fire News. نبدأ أخبارنا من عند الاتحاد السكندري اللي تعاقد مع المهاجم الغاني إيمانويل إي بي لمدة موسمين، قادم من في صفقة انتقال حر، ويوقع اللاعب بحضور الأستاذ محمد مصلحي رئيس النادي، وكمان بابا فاسيليو مدرب الفريق، ولعب المهاجم الغاني صاحب الـ 27 عام في فريق روديف بنادي سيلتا فيجو الإسباني قبل رحلة رحيله لأحد الأندية في إسبانيا ثم أذربيجان. وجت صفقة إيبي تعويضا عن طبعا رحيل الأنجولي مابولولو لنادي أهلي طرابلس الليبي، وأعتقد أن كان شيء مهم جدا، وكنا متوقعين أن الاتحاد السكندري أكيد هيدعم في مركز المهاجم. نروح للنادي المصري البورسعيدي اللي أعلن تعاقده مع البنيني سامادو لاعب وسط باني جانسي البنيني ومنتخب بلاده للشباب، والسنغالي بادجي مهاجم المغرب التطواني. وقع لاعب البنيني لمدة 3 مواسم حتى صيف 2027، وتم الحصول على الاستغناء الخاص بسامادو ودفع المقابل النقدي للصفقة والحصول على البطاقة الدولية للنجم البنيني.
كان سمادو محط أنظار العديد من الأندية العربية والأوروبية، عنده 20 سنة، بيشغل مركز لاعب خط الوسط المدافع، وهو من العناصر الأساسية لمنتخب الشباب البنيني من ضمن الصفقات اللي بيدعم بيها مصر البورسعيدي. الجميع بيستعد للموسم الجديد. نروح للنادي مودرن سبورت اللي أعلن عن فسخ تعاقده مع الثنائي مروان محسن والمغربي عبد الكبير الوادي بالتراضي، وتم الاتفاق مع الاثنين على انتهاء التعاقد بالتراضي والرحيل عن الفريق بعد تسوية كافة المستحقات الخاصة بهما. انضم مروان محسن اللي عنده 33 سنة لصفوف مودرن سبورت بعد رحيله عن الأهلي في صيف 2021، ومؤخرا طبعا كان عقد مودرن سبورت 15 صفقة جديدة لتدعيم صفوفه، على رأسها طبعا الإنجليزي أوكينا بيرهي والزامبي ساكالا والغاني كمان فيدريك كيسي. يمكن دي يعني كانت مجموعة من الأخبار الخاصة بالأندية المصرية في ظل التدعيمات والصفقات للموسم الجديد. خلينا نروح لفاصل، بعد الفاصل نستقبل ضيفنا اللي هيكون منورنا النهاردة دكتور محمد داوود المحلل الرياضي، بعد الفاصل. مرحبا بحضراتكم مرة تانية، لسه مكملين معاكم في صباح اون تايم. نورنا دكتور محمد داوود المحلل الرياضي. يا دكتور محمد صباح الفل عليك. صباح الفل عليكي وعلى كل مشاهدين اون تايم سبورت. طبعا يعني مفيش حدث اهم من السوبر الافريقي وحصول نادي الزمالك امبارح على البطولة. شفت المباراة ازاي ومن بين الكواليس قريتها ازاي؟ يعني انت كمحلل بتشوف معطيات وبراهين، احنا او الجمهور او الاعلام بيتفرج عليها على سير 90 دقيقه، انت حللتها ازاي وشفتها ازاي؟ اعتقد انها مباراه بتثبت استمرار تفوق لجوزيه على مارسيل كولر مع النادي الاهلي. يمكن كولر مقدم نجاحات كبيره جدا مع النادي الاهلي، حقق بطولات كتير، لكن في وجهه نظري حتى الان بعيدا عن فكره النتيجه، بعيدا عن ان الزمالك تفوق، وبعيدا عن ان كولر قدر ان هو يكسب جوميز في بدايه وصوله لنادي الزمالك قبل كده، وكان في لقاء بتاع الدوري اللي انتهى لصالح جوميز او صالح نادي الزمالك بيفوز 2-1، لكن دايما واضح ان جوميز بيقدر ان هو يلعب مستر مارسيل كولر بشكل مميز جدا، بيقدر ان هو يلعب الجيم ده بشكل جيد جدا. الزمالك كان عنده افضليه داخل المباراه من بدايتها، الزمالك يمكن كان قادر يحد من خطوره النادي الاهلي، يمنع النادي الاهلي ان هو يخرج بالكوره بالشكل اللي معتاد عليه. يمكن كمان شفنا في اوقات من اللقاء من تفوق الزمالك، يمكن ما كانش تفوق كبير، ما كانش فيه فرص كبيره، كان احنا بنتكلم التفاصيل داخل المباراه اللي ممكن يكون في طرف افضل. الاهلي ما كانش قادر ان هو يطبق الضغط العالي واللي معتاد عليه واللي دايما بيقدر ان هو من خلاله ان هو يعجز معظم الفرق اللي بيلعبها، لا الزمالك كان دايما بيحاول ان هو يخرج بالكوره والزمالك بيقدر ان هو يعمل ده. الزمالك كان عنده مشكله في الثلث الاخير من الملعب، لكن ولا مره ضغط الاهلي العالي كان ناجح قصاد الزمالك. في المقابل الزمالك دايما كان قادر ان هو يحد من خطوره النادي الاهلي، فاعتقد ان هنا لو في كي او في مفتاح بالنسبه للتفوق بالنسبه لنادي الزمالك، اعتقد ان هو ممكن يرجع لجوميز اللي هو بيقدر يلعب كولر بشكل جيد جدا. اعتقد في معطيات تانية متعلقة بالدوافع الشخصية بالنسبة للاعبين قبل اللقاء، يمكن شوية لعيبة الزمالك كان واضح عليهم الجدية التركيز في المباراة قد إيه الماتش فارق معاهم، عكس بعض شوية من لعيبة الأهلي شفنا فكرة الاحتفالات واللقاء لسه شغال، وأنا في وجهة نظري إن دي دايما حاجة بتاخد من تركيز اللعيبة، شفنا ده ظهر في بعض اللقطات خاصة في ضربات الجزاء، فكرة إن والجيم لسه شغال لما تعمل لقطات زي كده. ضربات الجزاء مضمونة؟ مفيش حد، اي حد في العالم بيضيع. يعني انت كشخص عاقل هل ممكن تحتفل وانت بتلعب ضربات جزاء؟ لا بكل تاكيد ده شيء مش اصح شيء، يمكن شويه هي متعلقه بالجزء النفسي، يعني لو انت بيقولوا عليها ضربات الحظ، يعني بص خلي بالك هي برضو يعني عشان ما ننكرش، لا عواد تالق بكل تاكيد امبارح في المباراه بعيدا كمان عن ضربات الجزاء، يعني يتصدى لاكثر من كوره ده حقيقي للنادي الاهلي، تالق امبارح، وبقول ان هو مش شهاده ميلاد تاني مع نادي الزمالك، من بدايه صفحه جديده بيصالح فيها جماهير نادي الزمالك وبيقول انا موجود. عواد دايما وده على مدار مسيرته مع نادي الزمالك
بيقدر يرجع. يعني دايما بالمناسبه افضل فترات عواد مع الزمالك بتيجي وعواد مش الحارس الاساسي، مش الحارس اللي ضامن مكانه في الزمالك، دايما بتيجي وعواد بيحاول يثبت نفسه، بيحاول ان هو يستعيد مكانه. ده حصل كتير في وجود ابو جبل، حصل كتير مع محمد صبحي لما محمد صبحي هو اللي بيبدا ياخد الايدج شويه على عواد. فمعظم الفترات اللي تالق فيها عواد مع الزمالك كان بيحاول ان هو يثبت نفسه. يمكن اللقطات اللي مش ألطف شيء لعواد مع الزمالك كان في الفترات اللي هو مطمن على مكانه، هو الحارس الأساسي، هو الحارس اللي مكمل بالزبط مع الزمالك. لكن طول ما الزمالك بيحتاج عواد، عواد كان حاضر في لقطات كتير وفي ضربات الجزاء تحديدا. مش بس عواد بالمناسبة والشناوي، الاثنين عندهم ريكورد مميز جدا في التصدي لضربات الجزاء، نسبة تصديهم لضربات الجزاء في وقت من الأوقات أو إن ضربات الجزاء تضيع قصادهم، سواء بالتصدي أو إن اللاعب هو اللي ضيعها سواء تيجي في العرض أو تخرج، الريكورد بتاعهم ممكن يتجاوز 50%، وده شيء خرافي بالنسبة لحراس المرمى. فعواد بيجيد في ضربات الجزاء بشكل مميز جدا. يمكن حتى كان أعتقد من ضمن السيناريوهات اللي مرسومة لو محمد صبحي حاضر وفت وجاهز، بس لو الزمالك كان راح ضربات جزاء في وجهة نظري الزمالك كان هينزل عواد. الأفضلية كانت هتبقى للشناوي يعني بالنسبة للصبحي بكل تأكيد. لا وأعتقد كمان الزمالك كان مجهز من ضمن تغييراته إن عواد ينزل في نهاية اللقاء كبديل، لأن عواد عنده أفضلية كبيرة في ضربات الجزاء على صالح محمد صبحي. في المقابل الشناوي برضه مميز جدا في ضربات الجزاء، ما نقدرش نغفل ده. الشناوي من أصل 4 ضربات جزاء امبارح راح مع 3 تقريبا، كان قريب منهم حقيقي. بس هنا شيء تاني مهم في وجهة نظري، انه واضح ان لعيبة نادي الزمالك متحضرة كويس لسيناريو ضربات الجزاء. انا ما اعتقدش ان لعيبة مش مجهزة كويس لضربات الجزاء ممكن تخش تشوط ضربات الجزاء بالدقة دي في الزوايا دي، خاصة انا هنا بتكلم عن ضربة جزاء بتاعت عبدالله السعيد، بتاعت حمزة المسلوسي، بتاعت ضربة الجزاء الرابعة كمان اللي شاطها حسام عبد المجيد. احنا هنا بنتكلم عن 3 ضربات جزاء من اصل 4 الشناوي رايح معاهم، لكنهم متشاطين في زوايا صعب جدا ان اي حارس حتى لو راح مع الكرة ان هو يتصدى ليهم. فاعتقد ان يمكن الزمالك كان اجهز داخل اللقاء، وده اللي ساعد ان هو يحقق الفوز امبارح. هل يعني من وجهة نظرك ان الزمالك كان داخل الجيم فكرة التحفيز؟ يعني بص فنيا كلنا شفنا الماتش وعارفين مين اخفق ومين ما اخفقش. خليني اخدك بره شويه لتصريحات شيكابالا. تصريحات شيكابالا ما بعد المباراه لما اتكلم وقال ان انا جبت اللعيبه وكنت محضر لهم اللقطات اللي الناس اتكلمت فيها وقالوا الزمالك ما يروحش، الزمالك ما يلعبش، الزمالك فكره التحفيز. وقلت دايما بقول ان شيكابالا حتى لو ما لعبش هو ليه دور كبير جدا بره الملعب وفي اوضه اللبس، وشفنا ناصر منسي امبارح وهو بيقول ان شيكا قال له كذا مره انت هتجيب هدف، انت هترجع، انت هتصالح الجمهور، انت انت انت. فكره التحفيز طول الوقت وان اللاعبين نازلين مشحونين عايزين يردوا جوه الملعب، هل تفتكر ان ده برضو كان امبارح عامل كبير جدا للاعيبه نادي الزمالك؟ بكل تأكيد، وفي وجهة نظري ممكن يكون بالإضافة للجانب الفني هو العامل الأهم بعد الفنيات بشكل مباشر. لعيبة الزمالك كان واضح جدا عليهم امبارح ان هم بيحاولوا يوصلوا رسالة، بيحاولوا ان هم يردوا، ويمكن ده قالوا بشكل مباشر زي ما انت قلت بعد انتهاء اللقاء وبعد فوز الزمالك وتتويجه بلقب السوبر. لكن واضح ان اللعيبة كان عندها رسالة بتحاول توصلها، ودي من الحاجات المحموده في الكوره لما لعيب الكوره يكون عنده الغل الكويس مش الغل الوحش، ان هو اللعيب شويه الايجو بتاعه لما حد يقرب منه لا ما يعني ما تقربش للحته دي، ما تجيش عليا في الحته دي، خاصه انت بتتكلم مع لعيبه كبيره، انت بتتكلم عن لعيبه يعني في النهايه الزمالك فريق كبير جدا بيمتلك لعيبه دوليه، لعيبه كبيره، لما تحاول تنتقص من قيمتهم اللعيبه دي هيكون عندها رد فعل كبير داخل الملعب وتقدر انها ترد الفعل، ودي النقطه الاهم، لان ممكن اللعيب يحس بنفس الاحساس بس ما يكونش عنده الامكانيات اللي تسمح له ان هو يرد داخل الملعب، لكن لعيبه الزمالك عندها الامكانيات اللي تسمح لها ده. ولو اللاعب في لقاء زي دوت هيقدم 80% بما انه لقاء كبير ودي نسبه كبيره من ادائه، لا بعد التصريحات دي وبعد الشحن ده لا انا نازل اقدم 120%، انا هجيب اخري عشان ارد على كل الناس في اللقاء ده. بكل تأكيد التصريحات دي كانت فارقة، وأعتقد دي شوية متعلقة بجزء الناس بدأت تلحظه مؤخرا في لقاءات القمة، إن الناس بتقول الفريق اللي بيخش هو طرف أضعف، الطرف اللي نوعا ما حظوظه أقل في لقاءات القمة الأخيرة، بقينا بنشوف الآية بتنعكس، الفريق اللي حظوظه أقل
شويه بقى هو اللي بيكسب في لقاءات القمه مؤخرا. اعتقد لو في اي سبب من الاسباب يرجع لده ان دايما اللعيبه بتحاول انها ترد على كل شيء في لقاء القمه. الزمالك بالمناسبه الموسم الماضي ما كانش افضل شيء، قدر ان هو ينقذ الموسم بالكونفدراليه بدايه الموسم. هو بدا موسم واضح ان هو موفق في بدايه الموسم الموسم الحالي بدا بالكونفدراليه وبيبتدي موسم جديد بالسوبر افريقي، واكيد بطولتين كبار يعني وغاليين للزمالك. بكل تاكيد بكل تاكيد، لكن على مدار الموسم حتى بعد الكونفدراليه نتائج الزمالك وادائه ما كانش افضل طبعا. شيء بدايه الموسم الحالي في الكونفدراليه الاداء ما كانش افضل شيء رغم الصعود لدور المجموعات. فدي دايما بتكون فرصه للعيبه الكوره، انا ممكن امسح كل اللي فات ده بماتش. يعني انا لو مهما كان، يعني على سبيل المثال لعيب زي دونجا، دونجا كان واحد من اهم الاسباب لفوز الزمالك بالكونفدراليه، قدم اداء كبير جدا، لكن ما بعد الكونفدراليه اداء دونجا كان متراجع بشكل كبير جدا وكان فيه انتقادات كبيره جدا. دونجا يقدر يمسح كل ده باللي عمله امبارح؟ دونجا قدم لقاء كبير جدا، الناس هتنساله اي حاجه وهتركز في اللي عمله. فاللعيبه ذكيه كفايه انها تاخد بالها من التفاصيل دي وتشتغل عليها، وانها تبقى عارفه ان ده ماتش كوره يقدر يخلدني في التاريخ والناس تغفل لي اي شيء قبل كده وابدا معاهم صفحه جديده. والنموذج الابرز ناصر بعد ماتش امبارح بقى نجم وهيفضل متقلد في تاريخ الزمالك رغم كل اللوم والانتقادات وحاجات تانية كانت بتقال على ناصر، بس بعد ماتش امبارح ناصر قدم اللقطه اللي بالنسبه له ممكن نقول كفيله في تاريخه كله في مسيرته الكرويه كلها ان دي تكون اللقطه الابرز اللي هتفضل عالقه في جمهور الزمالك للابد. يمكن في المؤتمر الصحفي لما كولر اتسأل عن التشكيل قال في بعض المفاجآت وكانت مراوغة يعني من التصريحات قالها امبارح. بسألك عن تشكيل نادي الأهلي، التشكيل اللي بدأ بيه كولر رأيك فيه ايه؟ اعتقد ان هو كان تشكيل منطقي، لكن الأداء داخل أرض الملعب اللي ما كانش موازي للتشكيل اللي بدأ بيه. يعني هو بدأ بمعظم اللعيبة اللي معتاد عليها، ما عملش أي تغييرات كبيرة، لعب في ثلاثي في نص الملعب نوعا ما كان عنده تحفظ مقارنة بأن البدائل كان ممكن يضيف لاعب زي أفشة على سبيل المثال، لو نزل في نص الملعب كان ممكن يكون لاعب هجومي أكتر، فهو لعب بشكل متوازن. لكن أنا في وجهة نظري أن الأهلي كان عنده مشكلة كبيرة جدا امبارح، ان النادي الاهلي بعيدا عن ان لعيبه خط وسط الملعب ما كانتش في فورمتهم، ما كانش بافضل حاله فنيه، امام عاشور كان بعيد جدا عن اللقاء امبارح، بس الاهلي كان مفتقد للاعب في نص الملعب بيقدر يقف على الكوره ويكون عنده فيجن ان هو يحرك الملعب من حواليه. ويمكن دي مشكله عند النادي الاهلي بشكل عام لما يقابل فرق كبيره من نوعيه فرق الزمالك، الفرق اللي ممكن تطبق عليه ضغط عالي او تلعب قصاده ميديان بلوك او كتله متوسطه، ان الاهلي عنده مشكله في نص الملعب ان هو مفتقد اللاعب اللي عنده الكرياتيفيتي دي. وبالمناسبه دي مشكله شويه كانت موجوده عند الزمالك الى ان الزمالك جاب عبد الله السعيد وجاب ناصر كمان، فالزمالك بقى عنده في نص الملعب لعيبه بتقدر تتحكم في رتم الملعب. النوعيه دي من اللعيبه مش موجوده في الاهلي. ممكن حد يقول امام عاشور موجود، بس امام عاشور بروفايل مختلف. امام عاشور لاعب بيحب ان هو ياخد الكوره ويجري بيها اكتر في الملعب، بيحب ان هو يزيد لقدام، لعيب بيحب ياخد اكشن فعلي ومباشر بالكوره ان هو يطلع بيها لقدام، لكن ما عندوش حته ان هو يقف على الكوره ويتحكم في رتم الملعب ويكون عنده الفيجن ان هو يعمل تمريرات تساعد الفريق في التطور. واعتقد ان دي مشكله كبيره. وفي وجهه نظري ان الاهلي هو بيفكر في الميركاتو بتاعه محتاج يفكر في لاعب بالبروفايل ده، محتاج يفكر ان هو يكون عنده لاعب سواء كان جناح او لاعب في خط الوسط يقدر ان هو يقدم الاضافه دي، فكره الوقوف على الكوره والتحكم في رتم الملعب، لان مروان عطيه لاعب جيد لكن في النهايه هو مش بافضل بروفايل فكره اللاعب اللي يقدر يقف على الكوره ويتحكم في رتم الملعب، مش حسام غالي بالنسبه للنادي الاهلي على سبيل المثال، واحنا بنتكلم عن معظم اللعيبه اللي موجوده عند النادي الاهلي في خط الوسط مش بتمتلك البروفايل ده. بالمناسبه الاهلي وهو كان بيفكر ان هو يتعاقد مع بن رمضان بروفايل نوعا ما مشابه لامام عاشور، هو مش البروفايل اللي الاهلي محتاجه، هو لاعب برضه بيحب ياخد اكشن مباشر، بيحب يروح على الجول يكمل على الجول. فاعتقد ان النادي الاهلي محتاج يراجع حساباته في فكره نص الملعب، تركيبه نص ملعب النادي الاهلي، سواء بلاعب رقم 8 يقدر يتحكم في رتم الملعب، او حتى لاعب رقم 6 يقدر يتحكم في رتم الملعب، او حتى يعمل ده عن طريق الجناح، لان في اجنحه بتقدر تعمل ده على سبيل الزمالك، على سبيل المثال في اوقات من الاوقات كان اللي بيقوم بالدور ده في الزمالك بن شرقي بيقدر يقوم بالدور ده. فاعتقد ان دي واحده من التفاصيل اللي كانت غايبه عن النادي الاهلي وسببت له مشكله كبيره امبارح. مباراه امبارح يعني مباراه
خلينا نقول ان هي كانت خارج التوقعات، وقلنا ان التفاصيل الصغيره هي اللي هتحسم اللقاء، وفعلا التفاصيل الصغيره واهتمام نادي الزمالك بالتفاصيل الصغيره هي حسمت اللقاء لصالحه. دكتور محمد، استاذن حضرتك، خلينا نروح لفاصل. بعد الفاصل لسه مكملين مع حضراتكم في صباح اون تايم، خليكم معانا. مرحبا بحضراتكم مره تانية، لسه مكملين معاكم في صباح اون تايم، ولسه منورنا دكتور محمد داوود المحلل الرياضي. دكتور محمد، خلينا نتكلم مع حضرتك عن تغييرات جوميز، وعلى الجانب الاخر كولر، هل كان فيها كلمه السر لتحول سير المباراه؟ لما في لقاء زي دوت تكون متاخر بالنتيجه وتنزل لاعب من اول لمسه يسجل هدف، كل تاكيد التغييرات كانت مؤثره. احنا بنتكلم عن جوميز والدفع بناصر، ويمكن كمان تغيير كان مستغرب كتير جدا من جماهير نادي الزمالك بناء على الفورمه اللي كان بيمر بيها ناصر. وانت تخيلت ان ناصر لما ينزل من اول لمسه هيجيب جول؟ ولا أي حد يتخيل السيناريو يعني ده. ممكن الوحيد اللي ممكن يكون كان مصدق في نفسه ناصر، يعني ممكن هو الوحيد فعلا اللي كان مصدق نفسه ان انا اقدر انزل اعمل الفرق ده، لكن بكل تاكيد ما حدش كان متوقع. وزي ما قلت لك، مقارنه بالفورمه اللي بيمر بيها ناصر مؤخرا ما كانش افضل شيء، يمكن بدنيا كمان مش جاهز، وده بيظهر في لقطات كتير بيحاول يعمل حاجات كويسه جدا في الكوره بس الكوره مش بتبقى مطوعه شويه. بس اكيد المدير الفني كان شايف حاجه. كل تاكيد، والمدير الفني في لقاء زي ده مش هيدفع بلاعب غير وهو متاكد ان اللاعب ده يقدر يصنع له الفرق، ان هو لاعب جاهز. واعتقد ده ظهر بالمناسبه مع جوميز. واحنا بنتكلم على التغييرات، لا، في كمان واحنا بنتكلم على بدايه التشكيل الدفع بنتايج دي كانت مفاجاه المفاجات. طبعا انت بتتكلم عن لاعب من اللاعبين اللي تالقوا امبارح في الحقيقه خلال اللقاء. لقاء مميز، واعتقد اللاعب بيعرف نفسه لجمهور الزمالك بافضل شكل ممكن. الزمالك على مدار سنوات طويله كان عنده مشكله وصداع كبير في الجبهه اليسرى، لدرجه ان محمد عبد الشافي دايما هو اللي بيعود عشان يسد الثغره دي. مع غياب فتوح، وجود بنتايج امبارح كان شيء مميز جدا. وكان كل الكلام اصل بنتايج مش جاهز بدنيا، مش جاهز فنيا، ما شاركش في اللقاءات الاخيره او التحضيريه. وقول ما الجمهور شاف التشكيل قلق، يعني اللي هو انت بتبتدي بيه ازاي يعني، كانت مفاجاه. وانت كمان في لقاء البلوس الكيني دايما كنت بتدفع بعمر جابر ناحيه الناحيه اليسرى، وبتدفع بشحاته في الجبهه اليمنى، فانك تاخد قرار بالدفع بنتايج وبنتايج يؤدي بالصوره دي، ده شويه يقول لك لا، هو المدير الفني عارف مين من لعيبته جاهز، مين من لعيبته يقدر يقدم له المردود المنتظر منه. وده ظهر لما خد قرار الدفع بناصر. ناصر لما نزل قدر ان هو يصنع الفارق. عمر فرج، يمكن عمر فرج برضو واضح ان هو بدنيا محتاج يجهز اكتر، لكن لما نتتبع لقطه الهدف من البدايه، التمريره الاولى اللي خرجت من حمزه المسلوسي لعمر فرج، تمريره كانت صعبه جدا جدا، ترويده للكوره بلمسه واحده لعمر جابر كانت مميزه جدا، ويمكن دي من اللقطات الجيده لعمر فرج في اللقاء. فيمكن بكل تاكيد تغييرات الزمالك قدرت ان هي تعمل الفارق المطلوب بالنسبه للزمالك، والزمالك يعود. والزمالك كمان كان افضل حتى بعد الهدف، يمكن كان في شويه توقع ان ممكن يكون رد الفعل الاهلي هو اللي اقوى، الاهلي اللي هيحاول ان هو يعود في النتيجه وتقدم، لكن احنا شفنا العكس، شفنا الزمالك هو اللي بيحاول ان هو يستمر ويحاول ان هو يكون عنده فرص، وكان عنده فرص خطيره. في المقابل تغييرات النادي الاهلي شويه ما كانتش افضل شيء، ما قدرش انها تعمل الفارق، سواء الدفع الطاهر او الدفع برضا سليم. كمان خروج بيرستاو، ويمكن النظره اللي بصها نزل بيرستاو اول ما خرج، بيرستاو ما قدمش لقاء كبير امبارح، كل ما اعتقدش يعني، يمكن ما كانش في لعيبه كتير من النادي الاهلي عملت لقاء كبير جدا. بس لما تبصي على الحركيه بتاعه الفريق، تقريبا اللاعب الوحيد اللي كان بيتحرك بدون كوره يحاول ان هو يستلم بيرستاو، ويمكن ده ظهر بشكل كبير جدا في لقطه الهدف. بيرستاو لما نزل لقلب الملعب هو اللي استلم الكوره من اكرم، وعمل الباص لاكرم، واكرم زادت اكرم وجاب منها ضربه الجزاء. فيمكن بيرستاو كان شويه اللاعب الوحيد اللي متحرك بالنسبه للنادي الاهلي، فانك تخرج بيرستاو يمكن كان شيء منطقي، لان زي ما قلت لك هو ما قدمش لقاء كبير. بس في النهايه لما تبص يعني مقارنه باداء بيرستاو واداء حسين، ممكن شويه بيرستاو اللي كان عنده نوع من الحركيه امبارح، الاسماء اللي دفع بيها ما قدرتش انها تعمل اضافه كبيره. وجود رضا سليم في وجهه نظري والدفع بيه على الجبهه اليسرى
يمكن كان تفكير شويه من مارسيل كولر ان رضا سليم يقدر يخش القلب الملعب، يكون على عدلته ان هو يسدد او يعمل خطوره من قلب الملعب اكتر. لكن اهم ميزه موجوده عند رضا سليم من وقت وجوده في المغرب ان رضا سليم مميز جدا في ارسال الكرات العرضيه. وسام ابو علي حتى الان بالراس يمكن مش افضل شيء، يمكن هو في الفعاليه على المرمى مميز جدا، بيسجل بيمينه وبيسجل بشماله، يمكن بالراس يمكن مسجل هدف وحيد مع النادي الاهلي مع النادي الاهلي. لكن في النهايه ما نقدرش نجهل القيمه الثابته الحقيقيه ان ده مهاجم طويل، فكان ممكن تستغل طول وسام ابو علي وتدفع او يكون شويه موجود ناحيه اليمين بيرستاو وتحاول ان انت ترسل كرات عرضيه عليه، تستغل ان هو لاعب بيرسل كرات عرضيه بشكل متقن، خاصه ان النادي الاهلي ما كانش قادر يعمل اختراقات كبيره في قلب الملعب، لكن هو اخذ خيارات يمكن ان في النهايه النتيجه هي اللي بتحدد سواء خيارات المدير الفني كانت انجح شيء. قلت لي ولا حد كان يتخيل ان اللمسه الاولى لناصر منسي تكون هي هدف التعادل اللي ياخدنا لسيناريو ركلات الجزاء، ولكن هل هو كان تفوق وتألق وعايزه اقول يعني كان توقع مسبق لناصر منسي وتحرك جيد، ولا كان بطء من ياسر ابراهيم واخفاق من ياسر ابراهيم؟ يعني بعمل كومبير ما بين الاثنين. طيب التحرك اللي عمله ناصر في الهدف ده واحد من اشهر التحركات اللي بتحصل من المهاجمين دايما داخل البوكس. احنا بنتكلم تقريبا ان المهاجم دايما بيعمل عدد من التحركات داخل البوكس اللي بتساعده ان هو يكون عنده فرصه اعلى ان هو يسجل هدف. التحرك اللي عمله ناصر في وجهه نظري لا، الكريدت مستحيل يكون لاي حد غير لناصر. يعني حتى ما نقدرش نقول ان في لاعب اثر في مراقبه ناصر، لان ده جسمه مظبوط كمان، يعني واقف واقفه وجسمه مظبوط. الجاريه اللي عملها يعني الناس لو ترجع تاني لقطه الهدف والتحرك اللي عمله ناصر، لان ده واحد من التحركات الشهيره جدا في الكوره، هو راح على العارضه البعيده، راح وقف في ظهره، هنا بنسميها دايما البلايند سايد او الزاويه العميه بالنسبه للمدافع. المدافع مش عارف ايه اللي بيحصل في ظهره، فهنا انت بقيت متخفي عن المدافع، وبعدين طلع يظهر من قدامه، قطع من قدامه. يمكن لو كان ناصر قطع من قدامه في الاول كان ياسر هيكون متفطن ان هو يعمل الران بدري او يجري عليه بدري فيقدر ان هو ياخد الكرة، لكن ناصر كان ذكي جدا في التحرك، راح جرى الاول ورا ياسر، ياسر ما بقاش شايفه، وبعدين عمل الانطلاقه او جرى قدام ياسر وقدر ان هو يسجل الهدف. فده ذكاء كبير جدا، وزي ما قلت لك ده واحد من التحركات الكبيره والمشهوره اللي بتحصل دايما من المهاجمين اللي هم بيمتلكوا كواليتي مميز. فاعتقد ان هدف الهدف والتحرك، التحرك هو 90% ان لم يكن 100% من الهدف، فبكل تاكيد الكريدت يروح لناصر وذكائه في فكره التحرك وازاي ان هو يلعب على الزاويه العاميه بالنسبه للمدافع. يعني بكل تأكيد أن الفوز كان حليف نادي الزمالك. ألف ألف مبروك لنادي الزمالك وجماهيره السوبر الأفريقي على حساب النادي الأهلي. دكتور محمد داود المحلل الرياضي، أنا بشكرك، شرفتني ونورتني. شكرا. مشاهدينا بشكركم على المتابعة، كده وصلنا لختام حلقتنا النهاردة، أشوفكم على خير بإذن الله في حلقة جديدة. إلى اللقاء.